بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على نوتيشن اسمها equals and hash code. دي نوتيشن موجودة في اللون بوك، هنشوف هنقدر نستخدمها ازاي. قبل ما نستخدمها عاوزين نشوف قبل كده في الجافا ايه اللي كان بيحصل. انا مش عارف الناس عارفة يعني equal والهاش كود دي عبارة عن إيه؟ لكن خلينا نشوفهم مع بعض، مفيش أي مشكلة خالص. عندنا لو أنت جيت هنا وبصيت معايا، لو أنا عندي student 4 تمام؟ و student 5، لو أنت جيت في الداتا هتلاقي هنا ID بواحد وهنا ID بواحد، هنا النيم إسلام وهنا النيم إسلام، وهنا الأدرس ADD1 وهنا برضو نفسها، وهنا برضو 2020. يعني الداتا اللي موجوده فيها متساويه. لو جينا عملنا هنا system.out.println وقلنا له student ايه 4.equal.equal student 5، كده انا بقارن بين الاثنين بشوفهم هل هم بيساووا بعض ولا لا. المفروض هيطلع لي ايه؟ المفروض هيطلع لي لو حد هيقول على اساس الداتا اللي موجوده فالمفروض يطلع لي ايه؟ المفروض يطلع لي ترو، صح؟ صح. تعال نعمل تيست كده ونشوف. هنعمل سند تمام، نروح هناك في الايه في الكونسول، شايف قال لك ايه؟ الريزلت فولز. ازاي يا عم ده الاثنين زي بعض؟ هقول لك ايكوالز ديت فانكشن موجوده في الكلاس بتقارن بين تو اوبجكت من حيث الادرس، وانت عارف ان كل اوبجكت ليه ادرس مختلف تمام. فالايكوالز ديت ممكن تعمل عليها اوفر رايت زي ما عملنا في السترنج، فاكرين فانكشن اسمها تو سترنج اللي عملناها المره اللي فاتت دي زيها، ممكن نعمل عليها اوفر رايت. بمعنى بدل ما هو يقارن من حيث الادرس، هو باي ديفولت بيقارن من حيث الادرس، فالادرس بتاع ده غير الادرس بتاع ده، فهو بيقارن بين الاثنين فما بيلاقوهمش زي بعض فبيرجع فولس. طب انا عاوزه ايه؟ انا عاوزه يقارن من حيث الفاليوز، فبعمل اوفر رايد واشكلها زي ما انا عاوز. بمعنى لو رحت هنا وقلت له ايه؟ قلت له كود اوفر رايد ميثود، هلاقي هنا ايه؟ ايكوال، زي شايفين؟ تمام. ايكوالز دي بتاخد اوبجكت تمام. عاوزين نبدا نهندل الموضوع ده بحيث انه يقارن من حيث ايه؟ الفاليوز. يقارن من حيث ايه؟ الفاليوز. اول حاجه هقول له اف اف ايه؟ اف ذس ذس بيشاور على الكلاس اللي انا فيه. لو هو ايكوال ايكوال الاوبجكت اللي جاي ليه، خلاص هريترن ترو، لانه خلاص انا دلوقتي بقارن ايه بقى؟ بقارن، انا هبعت له الايكوال دي بتاخد ايه؟ بتاخد اوبجكت، هبعت له اوبجكت. لو الاوبجكت اللي بعته لي هو هو نفس الكلاس اللي انا فيه هرجع له ترو. حلو حلو. هقول له اف والله لو الاوبجكت ايكوال ايكوال نل، لو الاوبجكت اللي جاي لي ايكوال ايكوال نل هرجع له ايه؟ ريتيرن فولس، يبقى مش زيه. ركز معايا، الفانكشن دي كل الفكره ان بتعملها بترجع بوليان، بوليان يا اما ترو يا اما فولس. ترو في حاله ان لو بعت لك اوبجكت بتقارنه مع الكلاس اللي معاك وتشوفه. لما جينا هنا شوف عملنا ستودنت 4 دوت ايكوالز، فانا ببعت له ايه؟ الاوبجكت ده، فببدا اقارن بين ده وده. حلو. فانا اول حاجه قلت له لو زيس، لو الكلاس اللي انا فيه هو هو الكلاس اللي هبعته لك رجع لي ترو. طيب لو الاوبجكت ده بيساوي نل هرجع لك فولس، لانه بيساوي نل، الاوبجكت اللي جاي اصلا بيساوي نل هرجع لك فولس تمام. لو قلت لك اف، هقول له اف زيس دوت جيت كلاس دوت جيت كلاس تمام نوت ايكوال، لما ما بيساويش، لو جبت الكلاس ده دوت جيت كلاس ما بيساويش الاوبجكت اللي جاي لي دوت جيت كلاس تمام، لو مش بيساوي بعض هريترن فولس برضه. لازم الاثنين يكونوا برضه بايه؟ بيساوي بعض تمام. بعد كده هعمل اوبجكت من الاثنين ده اهو، اسميه ستودنت ايكوال واعمل كاستنج الاوبجكت اللي انا فيه، واعمل كاستنج لايه؟
واعمل كاستنج للاوبجكت اللي انا ايه اللي انا فيه. تمام. فهجيب الاوبجكت ده اقول له الاوبجكت ده اكيد انت هتبعته لي المفروض من نوع ستودنت، فانا هعمل له كاستنج في ستودنت وابدا اقارن ما بين ايه، وابدا اقارن من حيث الفاليوز بقى اخر حاجه الفاليوز. تمام. فالمفروض هقول له في الاخر ريتيرن student dot، او خليها this dot id الاول، this dot id equal student dot get id and this dot this تمام dot get name equal student dot get name and this dot get الادرس equal student dot get الادرس، طبعا equal تمام and اخر حاجة this dot get الage equal student dot get الage تمام. في مشكلة ديت الفانكشن المفروض بتاعت الايكوالز، دي الفانكشن بتاعت ايه، دي الفانكشن بتاعت الايكوالز المفروض ديت قبل ما احط ديت اصلا المفروض كان بيقارن من حيث ايه؟ من حيث الادرس. لا كده بيقارن من حيث ايه بقى؟ بدات اقارن من حيث الكلاسات والفاليوز اللي جواها. تمام؟ مفهوم؟ مفيش اي مشكله. طيب لو جينا دلوقتي نعمل بقى ريران، احنا قلنا قبل الفانكشن ديت كان بيجيب فولس لانه كان بيقارن من حيث السب الادرس. كان بيقارن من حيث ايه؟ الادرس. نعمل ريران ونشوف بعد ما عملنا الايكوالز فانكشن بتاعتنا وعملنا اوفر رايد وشكلناها زي ما احنا عاوزين هيجيب ايه. نعمل ران اهو سند دلوقتي، نروح هناك تمام، نروح في الكونسول شايف بقت ترو لان انا غيرت بدل ما كان باي ديفولت بيقارن عن طريق الادرس، لا بيقارن عن طريق ايه، بدات اتشك عليها الاول واشوف هل بيساوي كلاس ولا لا وبيساوي لان ولا لا والفاليوز، وعلى اساسه بيرجع ترو او فولس. تمام. عندنا دلوقتي عندنا اللون بوك موفر لنا حاجه للايكوالز تقدر تشتغل بيها، اللي هي انا هشيل دي خالص اهي، او بلاش اشيلها هعمل لها كومنت. تمام. واجي هنا هعمل انوتيشن اسمها ات، او خليني قبل ما احط الانوتيشن خلينا نرجع بديت زي ما هي اهو، ونشتغل كمان على الهاش كود. تمام. نشتغل على كمان على الهاش كود. جميل. ونبقى نحط الانوتيشن بتاعتنا. تمام. الهاش كود دي هي عباره عن ايه؟ انا برضو مش عاوز ايه اقول لك، يعني مش عاوز ابدا في الهاش كود غير لما تكون فاهمها. عندنا في حاجه في الجافا اسمها ماب، الماب ديت يعني ده استراكشر، عارفين الكوليكشنز اللي موجوده في الجافا زي اللينكد ليست والاري ليست والماب والكلام ده كله، ده استراكشر اللي عندنا. الماب بتاعتنا بتستخدم حاجه اسمها هاش تيبل عشان تجيب كود بتقدر من خلاله تعمل استور بيه عشان تخلي الاكسس، انك تروح تعمل اكسس على الماب تكون مور افيشنت. فبتستخدم حاجه اسمها ايه؟ هاش كود. بتستخدم حاجه اسمها ايه؟ هاش كود. في مشكله؟ مفيش مشكله. تاني عندنا داتا ستراكشر موجوده في الجافا، كوليكشن موجوده في الجافا، صح ولا غلط؟ صح. في حاجه زي الماب ديت بتستخدم حاجه اسمها هاش تيبل، بتجيب من هاش تيبل حاجه زي الكود. الكود ده بيجي عن طريق فانكشن اسمها هاش كود.
بتستخدم حاجه اسمها هاش كود عشان تجيب الكود. الكود ده لازمته ايه؟ بيستخدموه عشان يقدر يعمل ستور الداتا عنده، بحيث لما تيجي تعمل اكسس يبقى الموضوع مور افيشنت. وده كان سؤال انترفيو، وانا كنت عملت انترفيو في شركه يعني سالني السؤال ده. حلو حلو. بيقول لك المفروض الهاش كود ده، المفروض ان كل كلاس ليه هاش كود خاص بيه، لكن اذا تساوت الاوبجكت بتاعت الكلاس بيكون ليها نفس الهاش كود. لو احنا رحنا هنا، بص رحنا هنا وعملنا هنا سيستم دوت اوت برنت لين، قلنا ستودنت 4 دوت هاش كود، هرجع لها هاش كود بتاع الايه ستودنت 4، وهنا ستودنت 5 برضه. تمام، تعالوا كده نشوف هل الاثنين دول زي بعض ولا لا. هنشوف، عملنا ريرن اهو، هعمل سن. تمام، بص معايا، هو قال لك ترو انهم اهم، قال لهم انهم ايه متساويين. ليه متساويين؟ لان انا عملت اوفررايد على الفانكشن بتاعت الايكوالز. من غير الفانكشن ديت ما كانش هيساوي ترو، كان هيساوي فولس. تمام، لكن الهاش كود مختلف. شايف الهاش كود ايه؟ مختلف. خلي بالك، بص معايا عشان تفهم الايكوالز والهاش كود، لان الاثنين مرتبطين ببعض. انا من غير ديت، من غير الايكوالز ديت كان بيرجع لي فولس، والهاش كود مختلف لان الاثنين مختلفين، الاثنين مش بيساووا بعض. لكن بدل انا عملت اوفر رايد هنا على الايكوالز وبقوا بيساووا بعض خلاص، لازم برضو اعمل اوفر رايد هنا عشان يساووا ايه؟ عشان يساووا بعض في الهاش كود. فانا هروح هنا في الكود اهو، اعمل اوفر رايد، واعمل ايه؟ واعمل الهاش كود، هعمل اوفر رايد عليه، هعمل ريتيرن ايه؟ بص هتعمل ريتيرن للاي دي ذس، او الاي دي على طول اهو بتاع الكلاس اللي هو الاي دي ده دوت في الاي دي، في ايه بقى؟ ركز معايا، الاي دي في، هنجيب الهاش كود بتاع النيم او في ذس دوت نيم دوت هاش كود، خليها نيم على طول، في ايج دوت هاش كود، في ادرس دوت هاش كود اللي هم الاربعه دول. حلو، واعمل لهم كاست في الاول، اقول له ايه؟ خليها انت. فيها مشكله؟ اظن الموضوع ما فيهوش اي مشكله، الموضوع ايه؟ ما فيهوش اي مشكله خالص. هو هنا، هنا في مشكله، خلينا نعمل لها كاستنج او كاستنج. تمام كده، عمل ايه؟ كاستنج. لو رحنا عملنا ريران هتلاقي الموضوع اختلف، هيرجع ترو والهاش كود الاثنين زي بعض. بص معايا اهو، اهو بص هتلاقي ترو والاثنين هاش كود زي بعض بالظبط. اذا قبل ما احط بقى الانوتيشن بتاعتي لازم تفهم ان ايه، انت اول ما تعمل الكلاس من غير ما تعمل اوفررايد هنا، من حيث الايكوال، من حيث الايكوالز بيقارن بين الاثنين اوبجكت من حيث الايه؟ الادرس، فبيطلع لك فولز، وبدل الاثنين بيساووا بعض اذا الهاش كود مستحيل يساووا بعض. طب رحت عملت اوفر رايد، بعمل اوفر رايد بالشكل ده عشان الايكوالز يقارن من حيث الداتا مش من حيث الادرس، فيطلعوا بيساووا بعض، وبعمل الهاش كود عشان الاثنين يرجعوا نفس الايه؟ نفس الهاش كود. اللون بوك بدل ده كله، بدل ده كله بتقول لك حط هنا يا عم ات equals and hash code ومالكش دعوه، انا هظبط لك الدنيا دي كلها. مجرد ما حطيت الانوتيشن ديت الدنيا كلها اتظبطت اهو. هنشوف مع بعض ونعمل send اهو ونروح نشوف. بص معايا اهو، قال لك ايه الريزلت ترو، وبص الهاش كود هتلاقي هنا دول زي بعض بالظبط، الهاش كود ايه؟ اتساوى من غير ما تعمل اي سطر كود، ولا تتعب نفسك، ولا تقعد تفكر وتعمل ايكوالز وهترجع والكلام ده كله. ده يا جماعه كان بكل بساطه الايه؟ الانوتيشن بتاعت
equals and hash code. في مشكلة؟ أعتقد مفيش أي مشاكل خالص. كليك يمين، get add get commit أهو، أقول له commit and push commit and push commit anyway push. تمام، هروح هناك اعمل ريلود، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك فيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.